nouveau et innovant comme l'aquaculture n'est pas une chose aisée. Il y a toujours des résistances. الورشة التي تم تنظيمها اليوم بشكل مشترك ما بين الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية تهدف إلى تقديم المشروع الذي تم تمويله من طرف البنك الإسلامي للتنمية بالشراكة مع صندوق العيش والمعيشة من أجل تطوير قطاع الأحياء البحرية بالمملكة المغربية. طبعا هذا المشروع يستهدف تعزيز البنية التحتية اللازمة لتطوير الإنتاج بالإضافة إلى تطوير سلاسل القيمة وبناء قدرات الفاعلين في هذا المجال. مبلغ التمويل حوالي 200 مليون درهم ويتضمن بالإضافة إلى ما تمت الإشارة إليه دعم الفاعلين من تعاونيات وشركات صغيرة ومتوسطة من أجل إيجاد منافذ سواء في الأسواق الداخلية أو الأسواق الأجنبية لبيع منتجاتهم. Donc nous avons organisé aujourd'hui cet événement sur le financement du secteur aquacole, de l'aquaculture marine, parce que c'est identifié parmi les défis majeurs pour booster et dynamiser le développement du secteur. Et donc, comme nous avons déjà un programme avec la Banque islamique de développement qui porte sur l'appui des projets à caractère social et également des petites et moyennes entreprises et qui couvre toute la chaîne de valeur, donc c'était une occasion pour organiser cet événement justement pour parler de ce programme et aussi d'autres programmes qui sont engagés par les conseils des régions dans le cadre de leur la mise en œuvre des programmes, des plans de développement régionaux et aussi pour sensibiliser les acteurs du monde des finances pour accompagner le développement du secteur en termes de financement. حول تمويل استثمارات بقطاع تربية الأحياء البحرية على الصعيد الوطني وخاصة في الجهة ديالنا. دونك الجهة ديال سوس مسا دونك واكبت هذا القطاع ويعني هذا القطاع يعد ركيزة استراتيجية بالنسبة للجهة، والجهة انخرطت يعني منذ سنوات بشراكة مع لندا وباقي الفاعلين من أجل النهوض بهذا القطاع الذي يعتبر بديلا يعني ويعني الهدف هو يعني لاغو ديناميزاسيون يعني اعاده ديناميه قطاع الصيد البحري نظرا لقله الثروات البحريه. دونك قطاع ديال تربيه الاحياء البحريه يعتبر واحد الرهان اللي اتخذته الجهه، والجهه وضعت واحد ميكانيزم ديال دعم الاستثمارات في هذا القطاع بشراكه مع لندا عبر منح تحفيزات ماليه للمستثمرين منذ سنوات. وهذا القطاع يعني تم ادراجه في لي بي دي ار دو لا ريجون البرنامج التنميه الجهويه منذ 2016، وكاين كذلك في البرنامج الحالي 2022-2027 واللي كيضم يعني واحد ديسبوزيتيف ديال الدعم ديال المستثمرين، وكذلك واحد الشق متعلق بالتجهيزات يعني والبنيه التحتيه اللي ضروريه في هذا القطاع ك يعني مرافق ديال الرسوف السفن اللي كتشتغل في هذا القطاع، وكذلك يعني دراسات يعني اشكال جديده لتربيه الاحياء البحريه على اليابسه، وكذلك يعني كان واحد المشروع ديال القطب ديال تثمين منتوجات الاحياء البحريه بتيغرت اللي عنده اتفاقيه شراكه اللي احنا بصدد يعني التنفيذ ديالها لهذا المشروع اللي يعد واحد لو مايون يعني في السلسله ديال القيمه في القطاع مهمه جدا، لانه في هذا القطب يتم يعني تثمين منتوجات الاحياء البحريه التي يتم انتاجها بالجهه بدل يعني تحويلها للوالديه والدخله الى اخره. دونك هذا اللقاء جد مهم، عرف يعني شركاء ممولين مهمين خاصه البنك الاسلامي للتنميه، وفي هذا القطاع كاين تدخلات اخرى كذلك ديال البنك الدولي في التمويل والقطاع الوسيط الى اخره، والجهه بصدد الاشتغال على
يعني مشاريع مستقبلية كذلك اللي كتواكب المهنيين خاصة هذوك النساء اللي كيشتغلوا في الجمع ديال الصدفيات وال يعني مشاريع أخرى إن شاء الله اللي كنشتغلوا عليها بشراكة مع كافة الفاعلين على الصعيد الجهوي والوطني.